السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب بارك الله فيه. وفيك بارك الله. ما حكم من صلى الجماعة وهو يدافعه الأخبثان أو أكل بصلا أو ثوما؟ الصلاة جائزة مع الكراهة، جزاك الله خير. جائزة مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ثبت أنه كان يأكل من كتف شاة، فأقيمت الصلاة فترك الكتف ودخل في الصلاة ولم يتوضأ، فكان يصلي بحضرة الطعام. فالمدافعة مراتب، إذا كانت مدافعة تشغلك عن الصلاة تماما أخرج أخرج، فكلما اشتدت المدافعة اشتدت الكراهية. يوفقك الله.